إذن بعدما شاهدنا هذا الكليب وهذه القصة، يسعدني أن أستضيف معي الفنان زين شاكر صاحب الأغنية. مساء الخير زين. الفنانة القديرة، الفنانة الكبيرة أمال عفيش، أهلا وسهلا فيك، واشتقنا لك. وأنا كمان. ومعنا أيضا حالة يعني تطرقت لها هذه الأغنية وهذا الموضوع، هي ليا، تعرف بليا، وهي متحولة جنسيا، يعني هي رجل أجرى عمليات تحويل جنسي ليتحول إلى امرأة، وسنتعرف أيضا عن رأيه بهذا الموضوع الذي تطرق له زين. زين، شو هدفك من هاي الغنية؟ يعني شو المعنى اللي حابب توصله؟ أو بداية بدي مس عليك وعلى السادة المشاهدين، بدي أعطي بس نبذة صغيرة عن نفسي أنا. نعم. كزين شاكر، فنان لبناني، درست بالقاهرة، تخرجت من معهد الموسيقى العربية، اعتمدت مطرب بالإذاعة والتلفزيون المصرية بلجنة محمد الموجي وكمال الطويل. نعم. ومحمد سلطان وحلم بكر وناس عمالقة الفن. نعم. أنا تناولت موضوع مش هابط، يعني مثل ما قالوا في كثير وسائل اعلام. نعم. تناولت الموضوع. هلا بالمؤتمر الصحفي للغنية صار هجوم كثير كبير على لانه معظم اللي كانوا موجودين عم ينتقدوني هن كانوا هيك. فانا كيف هيك يعني هن من في شيء متحول، في شيء مش متحول جنسيا. لا لا. ولكن هن لا خلينا لحظه بدي احكي الامور مثل ما طيب بس ما فيك تتهم الجسم الصحافي بلبنان بانه مش جسم الصحافي. عم اقول كل الموجودين. لا مش كل الموجودين، زين، في البعض. كل الموجودين، في البعض. لا خلينا في البعض من. نعم. هون هيك انا عم اقول في البعض من هون هيك. لا نفترض انه هيك، لا نفترض افتراض، مع انه انا ارفض هذا الموضوع رفضا قاطعا. لا نفترض انه هيك، انه وين المشكله؟ لا انا كفنان ايه بدي أقول شغلة صغيرة. أنا اليوم لما بيجي بأدي أغنية من هالنوع، لما يتناولوني بشكل أنه هيدا فن هابط، هيدا فن مش هابط. فن شو؟ هيدا قمة الفن. أنا كفنان صاحب رسالة، مفروض مني كفنان أحكي عن وجع المجتمع اللي أنا عايش فيه. نحن عايشين بمجتمع شرقي. نعم. 100% ولنا عاداتنا وتقاليدنا. وين في بمجتمعنا الشرقي واحد بيتزوج سيدة بيكتشف ليلة العرس إنها رجل؟ نظرا لكثرة هالظاهرة هيدي، انتبه، في مسألة بدي أنا أفصل بين شغلتين. نعم. في هم اللي هن عندهم مشاكل بالهرمون، هدول انا ما عم بحكي عنهم، يعني قد اكون انه متعاطف معهم نوعا ما، انا ما عنديش مشكله معهم وما بعرف شو مشكلتهم. هول انا بالنسبه لإلي بيحكم عليهم الطب والشرع، هدول هن. نعم. الجهه المختصه فيهم. ولكن انا عم بحكي عن شريحه كبيره من هالظاهره هيدي، المتحولين من رجل الى امراه، وهن يمتلكوا كامل مواصفات الرجل. هيدا انا اللي عم بنتقده بمجتمعنا نحن، هيدي ظاهره خطيره جدا، اخطر من المخدرات. يعني ست امال تفضلي. لا انا غير هيك، انا بقول انه هيدي كانت يعني مثل اي اغاني بيطلعوها، مثل يلي في مطربين هاجمون كرمال انه انا بقوص اللي بقرت. وكمان في كمان مطربه كمان عامله غنيه للرجال الختيار، عيوني زيغه ومعيوني زيغه، يعني انا اعتبرتها انه هيدي مثلها، انه هيدي غنيه مثل هاي. انه بس هيدا الموضوع شوي حساس، يعني اليوم عم نتداول موضوع، يعني عندك شريحه كبيره من المجتمع الشرقي بيرفضوا رفضا قاطعا وبينبذوا الى درجه النبذ، انك تتعاملي مع هذا الموضوع بهالخفيه منه موضوع سهل. لانه كمان في ناس ما لنا حق نحن انه ناخذ اي موضوع نستعمله بطريقه ما نفهم الهدف، يعني ما نفهم هدفك اذا انت قاصد. بامريكا مثلا حللوا الزواج اللي ما فهمته من زين. عم بشرح هدفي انا. نعم، ان هدفك ما يعني الغنيه ما بينت هدفك، اذا انت هدفك الدفاع عن هؤلاء ولهم حقوق، او هدفك انك عم بتحاربهم، او هدفك عم تسخر منهم وتتمسخر عليهم. مش عم بتمسخر يعني عليهم، يعني ما بين الهدف. لا، الهدف اني انا عم حارب هالظاهره هذه لحد من نشاطها. كيف عم بتحاربها؟ انا كفنان وسائل المتاحه الي
الأغنية كيف حاربتها؟ مثل ما السيد درويش كان يحارب الفساد وكان يحارب زين، كيف حاربتها للأغنية؟ ما أنا طلعت الأغنية ضويت عليها لحتى أظهرها للعلن. هيدا موضوع ما حدا عم يتناوله بشكل جدي، أرجوك فهمني مزبوط. أنا بدك تفهمني لا أفهمك. حفهمك. أنا قلت لك بالبداية أنا مش ضد هاللي عندهم مشاكل صحية بهالموضوع، مشاكل هرمونية بهالموضوع، مش ضدهم، أنا ما إلي علاقة فيهم. ما اختلفنا على الموضوع. عم بحكي عن الرجل اللي عم يتحول هو رجل بكل معنى الكلمة، عم يصبح امرأة وعم يتسع رقعة الانتشار، هيدا عم تسع بشكل رهيب، هيدا عم بيأثر على أولادنا، على بناتنا، على نسواننا، عم بيأثر على المجتمع. شو خدمتهم بهالغنية؟ أنا طلعت الموضوع يعني حضرتك عرفتني عن تاريخك وعن السيفي تبعك الفنية اللي بتخولك تكون اليوم من أهم الفنانين ومن أهم المطربين بالعالم العربي، يعني اللي عنده هذه السيفي يعني بيقدر يقدم أعمال وطنية وأعمال ثقافية وأعمال، يعني أخذت موضوع أولا موضوع مشبوه، المعالجة مشبوهة، حتى طريقة تقديمه ما كانت واضحة. هيدا أخطر موضوع ممكن يتناوله فنان عنده ضمير. أنا كفنان لبناني عايش داخل لبنان، أنا من حقي كلبناني إني عايش بمجتمع نظيف. أنا هيدي الظاهرة القاتلة، هيدي اللي جاي بالمقتل اللي عم تتسع يوم بعد يوم، أنا ضد هالظاهرة وبدي حاربها بغير طريقة. لا خليني عن إذنك بس صغيرة، أنا عم بوصل الموضوع للمعنيين بالأمر اللي هن ممكن مثلا على صعيد الدولة اللبنانية ممكن تجد قنوات تختص بهالمشكله هيدي، يعني تخلق جمعيات مثلا اجتماعيه، في جمعيات بس هلا بدك تقول انه معقول الواحد يحكي مع بنت فتره طويله يكتشف ممكن ليا قبل بس ست امل لحظه ليا اي بونسوار توني مساء الخير مساء النور. انا بدي اسالك سؤال، رح خاطبك بلغه المؤنث، هل ممكن انك تتعرفي على شاب بعد قد ايه ليكتشف انك انت عامله عمليه تحويل جنسي، منك انثى بطبيعتك، انت رجل متحول الى انثى؟ انه توني بعد كم من نهار لازم يكتشف هذا الشيء. بعد كم من نهار ولا أكيد. بعد كم دقيقه كمان؟ بعد ساعه يمكن. دم هلا بعد كم من نهار، بعد كم من نهار بيصير اشياء كثيره بعد كم ايه نهار. بس مش بعد سنه، نحن ما لنا بعد سنه. طيب لما شفتي هالفيديو كليب شو كان انطباعك ليه؟ الصراحة الفيديو كليب كان كتير مبالغ فيه، عرفت كيف توني؟ انه اليوم الواحد اي شخص شاب عادي وبنت عادية بدهم يتزوجوا الا ما يكون في شوي اجتماعات حميمية بيناتهم، انه مستحيل ما حيدقرا ولا يقرب عليها لمدة الزواج، يعني كل فترة الخطوبة ما بيدقرا، نهار الزواج بس بيقرب عليها. إذا عاملة عملية ما بيقدر يعرف. إذا عاملة عملية ما بيقدر يعرف. إذا عاملة عملية. هلا في عملية. في يعرف من. إيه أنا في بنات كتير أصواتهم تكون عريضة. هاي ما لها علاقة يعني. يلي بيعملوا عمليات خاصة بيعملوا ليزر لوجههم وهيك. فما ببين. عمليات يعني الصدر ما ببين. طب لما قررت في عمل تشاركي بهالفيديو كليب عيّة. لحظة بس أنا بالإذن بس بدي هديك اليوم كنت عم بتفرج على التلفزيون، ما بعرف يمكن على نيو تي في. حاطين ملكة جمال المثليين ب نعم. في حفل بالعالم رح اقول لك الفلبين ايه؟ بالفلبين عاملين ملكة جمال ما حدا عرفها ما بتنعرف اصلا ما بتنعرف الا ما يصير في احتكاك مباشر صراحه ما بتنعرف. يعني ايه بامريكا انا كنت عايشه بامريكا بيعملوا مباراه. طيب ليه ما جبت متحول جنسيا معك على الكليب، جبت رجل عادي؟ اول شيء انا مش جبت متحول جنسيا، هذا اللي عم بشوفوه على بالكليب هذا متحول جنسيا، ولكن مش متحول جنسيا شعرات جسم مستحيل تعرفه. فلذلك شو مستحيل تعرفه؟ بحكيك مزبوط يا استاذ ميلاد، حط لي هالصوره لما شوف ليلة الدخله لما فات بالمنشفي لا هذا رجل بالبدايه بدايه طيب الكليب ما بالنتيجه كمان رجل متحول. نحن شو عملنا؟ جبنا رجل متحول، مستحيل انت كمشاهد تقول انه هذا رجل، مش رح تقنعك الفكره. جبنا رجل متحول جاهز، وجبنا رجل كذلك بيمتلك نفس المواصفات ولكن مش متحول من ناحيه العمليات، بعضه مثل ما هو ولكن هو هيك
خلينا بنسميه ما بنسميه. طيب بس انا السؤال على اي اساس قررتي انك تشاركي بهيك فيديو؟ انا الدور دور عجبني انت بتعرف انا بحب الكوميدي حسيته نوع من الكوميدي واشتغلت يعني انا عملت دوري كدور ان يعني بس حضرتك بتنطقي انه هي مساله اجتماعيه بتهم المجتمع وبتمس المجتمع بالصميم. هلا يعني لاقول لك شغله انه اذا بدك تفوت بهيدا الموضوع ما فيك انت تحارب المجتمع. انا مش عم حارب المجتمع او انا عم يعني هلا انت داخل المجتمع هيدا مرض ايه؟ داخل المجتمع لازم ينوجد له حل والا بيصير موجود بكل بيت بعدين. هل استاذ طوني هل هيدا هالموضوع هيدا هل تعتقد انه اذا انتشر اكثر من هيك ما بيشكل خطر على مجتمعنا؟ لك على بالغنيه على بالغنيه هي رح تمنع انتشاره لك زين انه هيك غنيه بتمنع انتشاره انه هذا بدك تقول لي انك معرفته انه متحول جنسيا هي انه معرفته انه رجل هون اذا هذا معرفته انه رجل يعني هون اوكي هون اوكي بعد ما فات وشال الميك اب وشال كل شيء عمليات هون نحن بدنا نوصل للمشاهد انه هون اتضح انه هون رجل ولكن انه هو انه بالاول يعني انه بالاول بالاول مستحيل تفرق انه رجل بعدين بعدين لما صار بأوضة النوم هيدا رجل انت عم توصل هالمعلومه هيدي نحن بدنا نقول للمعنيين بس انا حبيته للكليب صراحه انا حبيته حبيت الفكره لانه في كثير افكار يعني عم بيطرقوا غريبه فانا اعتبرته من هالافكار الغريبه بس انا مش ضدهم انا بحبهم حرام يعني انا في ناس من هني وصغار يعني اتحركوا شو فيهم وبعدين لما كبروا صاروا هيك طيب. في منهم هرمونات معالجات باماكن معينه بطرق معينه ما بعرف بدي ارجع اسالك السؤال انت لما شفتي هذا الكليب اعتبرتيه انه يعني حسيتي حالك ارتحتي لما شفتيه حسيتي حالك انه ازيكي حسيتي حالك انه عم بيتمسخر عليكم او عم بيخدمكم كيف حسيتي هالكليب؟ حسيت توني انه في تشويه لصوره المتحولين جنسيا بهذا الكليب لانه اليوم انا اذا فتت على اوضه النوم حيضل شكلي هيك ما حيصير شكلي رجال عرفت؟ انه اليوم اذا وحده عامله بريست امبلانت ما بتصير رجال باوضه النوم لانه الفنان زين عم بيقول انه كانت شيء لما فات على اوضه النوم ليله الدخله تبعيته صار رجال شكله انه شوي منه لوجيك ابدا الفيديو كليب، ثاني شيء نحن بال 2012 يعني العالم كثير تفتحت صارت كثير قد ايه بتحسي حالك مقبوله بالمجتمع اليوم ليا؟ يعني قد ايه اليوم الناس بتعتبري انه قابلينك؟ يعني منك مرفوضه بالمجتمع، منك منبوذه بالمجتمع، قد ايه انت شخص غريب عن هيدا المجتمع؟ يعني لا الدين بيقبل، لا المجتمع بيقبل يعني قد ايه انت حاسه حالك يعني كيف عم بتقاومي كل هيدي المواضيع لتكوني انت مثل منك هلا يعني بهالراحه هي وبهالطبيعيه هي اي مثل ما قلت لك توني انه المجتمع صار نحن صرنا بال 2012 المجتمع كثير عم بيتقبل المتحولين جنسيا او البري اوب اللي بعد مش مخلصين عملياتهم يعني انا من عم بخبرك من خبرتي من هيدي التجربه انه انا بس اظهر على الشارع او شيء العالم تتصرف معي عادي كاني بنت بالتالي اصلا لما خلصت العمليات وهيك اعتبر بنت طيب بيتصرفوا معي كانك بنت لانه يمكن مفكرينك بنت بس لما يعرفوكي شاب كيف بصير طريقه التصرف تتجوز بحس عادي العالم كثير صاروا اوبن مايندد وانت بينك وبين نفسك مرتاحه ضميرك مرتاح ايه اكيد مرتاحه 100% ما بتعتبري حالك عم تعملي شيء مخالف للطبيعه مخالف لاراده ربنا لا مثل ما سبق وقال الفنان زين انه في ناس بكونوا هرمونات وانا من انا وصغيري عندي مشكله بالهرمونات طيب انا كملت هيدا الشيء عم تسال ست امل هلا صار فيك تتزوجي بعد العمليات اللي عملتيها ايه فيك تنام رفقه تتزوجوا ليش لا تحبل انت فيك ايه صار فيني احبل تابعوا جوجل صار في كل شيء شو رايك ما بعرف رأيي انا سألت مستحيل تحبل بلا بتحبل وبتجيب ولد واحد بس على شرط من بعدين تعمل استئصال بعد ما شفنا لحد هلا متحول جنسيا عمل عمليه وحبل مستحيل استاذ سبحان الله الانثى والذكر شو دخل هي بغنيتك يعني انا برجع على الموضوع الغنيه شو لها علاقه بها تبعتيني مجال بس هو عجبه هيدا الموضوع يمكن هيدا الموضوع باردون شوي يمكن هيدا الموضوع هو تعبه يعني يمكن صاير معه شيء لا مش تعبني لا بالعكس ايه يمكن بلا انا صاير معك شيء لا مش هو يعني صاير انه بصير كل يوم نحن بلبنان انه يعني ممكن نحن داخل مجتمع شرقي انا كلبناني عايش بمجتمع انا مسؤول عن تنظيف
البيئة اللي أنا فيها مثل ما كل الثاني مسؤول. خليني كفي الفكرة، خليني كفي الفكرة بس، لكفي لك الفكرة بس. نحن نمتلك دولة حضارية، مسؤولين على مستوى وعلى قدر عالي من المسؤولية، بنوجه لهم تحية وبنحط هالموضوع هذا ب يعني عندهم لحتى يوجدوا قنوات تساعد الناس المتحولين اللي ما عندهم اي مشاكل لك تنقلوا. قال لك شغله فهمت بس اليوم اللي عم تحكي فيه لا يصب بخانة اللي عملته، يعني اليوم عم تحكي فيه انا بحكي فيه واستعمل تحكي فيه أنا حتى يمكن لا بتحكي فيه وبتطالب فيه. انا شفت مشكله بالمجتمع كيف بدي هيك علاجتها؟ ايه بعالجها باغني انا كمطرب كفنان. ايه؟ عم بقول لك انه ممكن شايف في مشكله بحياته لحتى هلا انا بحط المشكله باغني. هلا المسؤولين بيشوفوا مين انا عاد فيها هالاغنيه الأغنية؟ إيه؟ مين كتبها؟ أنا كتبتها كلمات وألحان. كلماتك وألحان. إيه أنا لما أشوف مجتمع عم يتحول شوي شوي إلى نشاز، عم بيصير فيه كتير هالظاهرة عم تنتشر بشكل خطير جدا، حتشكل خطر علي وعليك وعلى كل إنسان بيرفض هالظاهرة هيدي. أنا بعتبرها أخطر من المخدرات هيدي، لازم ينوجد لها حل وحد، لأنه هيك المجتمع تبعنا مهدد بالانهيار إذا هول الجماعة لا. يلي مش هني عندهم مشاكل بالهرمون، لا الجماعة يلي هني متعدين على الموضوع ها، إذا تركنا الموضوع هيك رح يوصلوا على الأكثرية من الشعب ويا ويلاه إذا انتشرت الظاهرة بالشكل. كلمة أخيرة. نعم أنا ما عندي مشكلة بالنسبة لألون، يعني خاصة يلي بيكونوا متحشرين فيهم هني وصغار، وخاصة اللي عندهم مشكلة بالهرمونات. بالعكس أنا يعني بشفق عليهم وبتمنى انه الله يشفيهم. بس انا مشاركتي بهيدا الكليب عم بقول لك انا حبيته، موضوع فكره جديده. ليا كلمه اخيره. بدي اقول بس انه للفنان زين انه حسيت كانه هو عن جد مثل ما قالت الفنانه القديره امال عفاش، انه كانه هو مرق بتجربه شخصيه لحتى شوي عم بهاجم او شيء او صار معه شيء. انت قلتي انه انا مرق بتجربه مش انت، لا انا بقصد انه يمكن مرق حدا يعني متحول جنسيا بحياته وهو صار عنده هيدا الشوك. طب حضرتك ستون انت بترضى بهالظاهره هذه بتقبل فيها؟ انا ما برضى بهالظاهره، بس لما بدي اعالجها ما بعالجها مثل ما انت عالجتها. انا عالجتها كفنان حطيتها باطار اغنيه. حتى كفنان باطار اغنيه حطيتها باطار اغنيه. حتى بالاغنيه ما قدرنا نفهم اذا كانت رساله او كانت مسخره او كانت مؤيد. كلمات يعني اغنيه واضحه. انا ضد هالظاهره هذه وعم حاربها، عم حطها براس التداول مع المسؤولين يلي هن مسؤولين عن هالبلد هيدي، ومسؤولين كمان بيحملوا جزء كبير من مسؤوليه الفساد هذا. ليا هي بدي اعلق بس على موضوع انه قصه هن اخطر من الدراجز. لا ما بعتقد انه المتحولين جنسيا بشكله ابدا خطر على المجتمع، بالتالي ما حدا مغصوب انه يكون بريليشن مع متحول جنسيا او يتعاطى معهم، بالتالي كل واحد حر بحياته. ليا انا طبعا هذا الراي، برجع انا بقول انه هذا الراي بمجتمعاتنا الشرقيه لغايه اليوم لا اجتماعيا ولا دينيا بعده مقبول حتى برا، يعني برا حتى بالدول اللي عم تسمح بهذا الموضوع عم بيكون في علامات استفهام بهذا الموضوع. ولكن دائما انا بقول شغلي بهذا الموضوع بالذات، عندما يحدد ما اذا كان هذا الامر هو مرض أو كان يعني سلوك. يعني إذا كان مرض أنا رغم كل شيء اللي بينقال مفروض نحترم هذا المرض، لأنه بيكون مرض مثله مثل أي مرض آخر، يعني مثل أي شخص مصاب بداء معين لازم يتلقى له علاج ممكن يتعالج ليوصل لحل. أما إذا كان مجرد سلوك فهيدا الموضوع هو عم بيحكي عن السلوك مش عم بيحكي عن المرض هيدا. نحن ما بدنا شكرا لك زين، شكرا لك ست أمل، شكرا لليا. ما هو التالي؟